جولة تفقدية لرئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، شملت أروقة كليات مختلفة من الجامعة، جاء من بينها كلية الحقوق، حيث ابتدأ جولته في زيارة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطلعا على طبيعة توفير الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات، مشيدا بجهودهم ومثابرتهم، وكذلك تم الاطلاع على مجريات سير الامتحانات للدراسات الأولية والعليا وفق المعايير الأكاديمية العالمية، وجاءت الدعوة لتذليل المعوقات التي قد تعترض الطلبة أثناء سير الامتحانات. اليوم حقيقة زيارة المجمع الكاظمية للوقوف على أداء الامتحانات بالنسبة للطلبة والأجواء الامتحانية في مجمع الكاظمية فضلا عن مجمع الجادرية، وأثناء تجوالنا في كلية الطب وكذلك كلية الصيدلة وكلية الحقوق وجدنا أنه العمادات ومجلس الكلية والأقسام العلمية مهتمة جدا في الامتحانات. كانت تكون أجواء الامتحانات في كلية عزيزة كلية حقوق جامعة النهرين، تمتاز هذه الأجواء بنوع من يعني لهذا العام الدراسي ولهذا الفصل الدراسي تحديدا بتوفير المستلزمات الخاصة لكل الطلاب من مياه الشرب أو ما شابه ذلك، وتكون الأسئلة تمتاز يعني هالسنة والفصل الدراسي بكونها أسئلة ما تتعب الطالب، وكون المواد أقل، يعني شلون المواد مباشرة وتكون مو صعبة على الطالب. كما تضمنت الجولة الاطلاع على المنشآت والأبنية في كلية الحقوق وبعض الاحتياجات التي من الممكن أن تعيق العملية التعليمية في الكلية من أجل إصلاحها وتجاوزها. وفي ختام جولته في كلية الحقوق، أشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر في حفظ أمن العراق والسماح بديمومة العملية التعليمية للبلد بهذه الدماء والتضحيات. حقيقة هذا العام هو عام التحدي. اليوم عندنا مقاتلين أبطال مرابطين في ساحات القتال في جبهات الجهاد، وهم أحباب المرجعية وكذلك من أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء العشائر والحشد الشعبي والجهد الهندسي والاستخبارات موجودين في ساحات القتال. هذه الامتحانات هي ثمرة من ثمارهم الذين لولاهم لما كان للعراق الاستقرار، ولكن بإصرارهم على تحرير أراضي العراق في المناطق التي شهدت التعدي عليها من عصابات داعش الإجرامية والإرهاب، هذه الثمرة اليوم نهديها حقيقة نجاح طلابنا وإداء الامتحانات واستمرار حجرة الحياة. هذا الاستمرار الذي يعطي العراق إن شاء الله المستقبل الزاهر. طلع السيد رئيس الجامعة اليوم في زيارته أداء سير الامتحانات وزيارة القاعات واللجنة الامتحانية، وحدد بعض الملاحظات المتعلقة بتوفير أرقى ما يمكن من خدمات لأبنائنا الطلبة لأداء امتحاناتهم بشكل جيد، وأثنى على الجهود المتميزة للجنة الامتحانية ورؤساء الأقسام العلمية. طبعا نحتاج دائما زيارات السيد رئيس الجامعة لتحديد مواطن الخلل والقصور اللي ممكن أنه يعني تعترض المسيرة العلمية والتربوية. وفي الإطار ذاته زار رئيس جامعة النهرين كلية الطب في الجامعة زيارة تفقدية ابتدأت من القاعات الامتحانية للاطلاع على سيرها وفق المتطلبات الجامعية والتعليمات الوزارية مع تفقد أحوال الطلبة المشاركين في الامتحانات والتعرف على طبيعة الأسئلة ومدى ملائمتها وتوافقها مع المتطلبات الدراسية، مؤكدا على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات النهائية، فيما أكد رئيس الجامعة على تضافر جميع الجهود
في خدمة الطلبة وصولا للأفضل. امتحانات تسير في كلية الطب جامعة النهرين وفق التعليمات الجامعية والوزارية بسلاسة، الحمد لله الطلاب حاضرين بدون غياب، والأسئلة معدة وفق التعليمات بما فيها أسئلة الاختيارات وأسئلة الشرح، وبدنا نأكد بامتحاننا وطلبتنا أنه يلتزمون بالزي الموحد وبإحضار الهوية، وإن شاء الله يعني ماشي الأمور بشكل سلس. كما تضمنت الجولة الاطلاع ميدانيا على المنشآت والأبنية في مختبر المركز الاستشاري في كلية الطب، والذي يعد من المختبرات الطبية الحديثة التي تتفرد بها جامعة النهرين، والتي تقدم خدماتها إلى المجتمع وذات تقنية ومواصفات عالية في تشخيص الحالات المرضية، فيما تم الوقوف على سبل تطوير البنى التحتية للجامعة بما يتلائم مع خلق بيئة طبية ملائمة عالميا. تزامنا مع زيارة الامتحانات لطلبة الجامعة بمختلف كلياتها، واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جانب التطوير المختبري وخصوصا مجال الحقل الطبي، اليوم هذا الجانب حقيقة شهد اهتمام من قبل الوزارة ذات الأعمار والمشاريع، وتم تخصيص أجهزة نوعية إلى كلية الطب جامعة النهرين في مجال الحقل الطبي، واليوم حقيقة طلعنا على واقع البنى التحتية والعمرانية لاستقبال هذين الجهازين اللي سوف يتم نصبهم قريبا إن شاء الله، اللي هو البي تي سكان والأمراي، وسوف تقدم هذه الأجهزة خدمة نوعية إلى المجتمع والإنسانية. إحنا ككلية الطب النهرين راح ننفرد أنه يكون أنه الجهاز الأول في العراق اللي هو البيت سي تي. هذا البيت سي تي وظيفته الأساسية أنه يكشف الأورام السرطانية في بدايتها أو يتابعها. إحنا في تشخيصنا نعتمد على الخزعة في تحديد الورم هل هو حميد أو خبيث، لكن هذا الجهاز راح يعطينا بدقة عالية تصل إلى أكثر من 90% إذا أو أكثر من هذا الرقم، أنه هل هذا هو المرض خبيث أو هو المرض حميد. المشروع ماشي بشكل جيد، كان أكو بعض التلكؤات بالبداية، لكن الحمد لله بتوجيه من السيد رئيس الجامعة والسيد العميد ومساعدة اللجنة الهندسية بالوزارة وبالجامعة، المشروع ماشي بشكل جيد وممتاز، وإن شاء الله إحنا بالمراحل النهائية إن شاء الله خلال يعني شهر أو شهرين كحد أقصى المشروع يدخل نطاق التنفيذ. جهاز البي تي سكان لأول مرة هذا في العراق، ما عندنا احنا أي جهاز سابقا موجود بالعراق، هذا أول جهاز. كل المواطنين اللي عندنا راح يذهبون إلى لبنان أو دول أخرى لغرض إتمام هذا الفحص، ويقدر بحدود $1,000 ما عدا المصاريف والسفر. هذا الجهاز لو إجى الآن وكمل واشتغل راح يسوي لنا قفزة نوعية في مجال الفحص، شغله إنه يحدد لي مناطق السرطان في جسم الإنسان من خلايا، وبالتالي إمكانية علاجها بالسرعة الممكنة والقضاء عليها. وضمن الجولة الميدانية التفقدية لرئيس جامعة النهرين زار أيضا كلية الصيدلة في الجامعة للاطلاع على سير الامتحانات والتعرف على طبيعة وعلمية الأسئلة والدعوة إلى تذليل المعوقات ما إن وجدت من أجل خلق وديمومة بيئة علمية ملائمة لتحصيل أعلى المستويات وبالتالي خدمة المجتمع وممارسة المسؤولية الكاملة في دور الجامعات تجاهه كونها الرافد العلمي والمهني الأول في كل المجتمعات. على بركة الله تشرفنا بزيارة للسيد رئيس الجامعة، هذه ليست الأولى لتفقد امتحانات الطلبة في كليتنا والتي تستمر اليوم في أداء الامتحانات للمرحلتين الأولى والثانية، وقد تفقد سيادة السيد رئيس الجامعة المحترم الطلبة متسائلا منهم عن ظروفهم وظروف أداء الامتحانات، استمع لي أكثر من طالب وطالبة وقد أشادوا بالترتيبات وأجواء الامتحانات التي وفرتها الكلية بدعم مباشر من قبل السيد رئيس الجامعة ورئاسة الجامعة بكل تشكيلاتها، وبالحقيقة هذا الجهد إنما هو في إطار جهد متواصل ومتكامل
لتطور الجامعة الرصينة وهي جامعة النهرين. فيما وتم تفقد مختبرات وقاعات كلية الصيدلة بتخصصاتها العلمية المختلفة، وتمت الإشادة بدور القائمين عليها وبالمستوى العلمي العالي الذي يقدم هناك.